مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في فيديو جديد. اذا كنت منشئ محتوى على منصه يوتيوب اي كان نوع من المحتوى اللي تقوم بانشائه سواء كانت المنصه ان صح التعبير فيسبوك تويتر الى ما غير ذلك سوف تتوصل بما يسمى بلاغات حقوق الملك. يعني انت تقوم بانشاء محتوى يجيك شخص يقول لك هذا المحتوى الخاص بي انا، فانت كيف تطعن في هذا البلاغ؟ من المعروف والشائع انه منصه يوتيوب هي رقم واحد في هذه المشاكل، لانه من السابع المستحيلات انه يمر شهر بدون ما يجيك بلاغ حقوق الملكية. وأغلب الأحيان تكون هذه البلاغات مزيفة عن طريق ما يسمى بالبوتس، يعني شخص يستخدم نفس المحتوى الذي أنت تستخدمه ويجيك بلاغ أنك سرقت منه، وهذا يكون بسبب البوت. كيف تتفاعل مع الأمر؟ أعطيك مثال. أنا حاليا أشتغل على مشروع فكرة، وانا ان شاء الله سوف انشر فيديوهات 7 ساعات 8 ساعات في القناه، وانت يمكنك تحميل هذه الفيديوهات ونشرها على قناتك والربح منها. فلا داعي لانك تقوم بتصميم الفيديو المونتاج، انا على الاقل ياخذ منك 12 ساعه، لان الفيديو فيه تقريبا 6 7 ساعات، تقريبا المساحه 60 جيجا 50 جيجا. فانا سوف اختصر عليك الموضوع. كل ما عليك ان تقوم بتحميل الفيديو وترفعه على قناتك، وتقوم بكتابه وصف وعنوان وكلمه دلاليه مختلفه، وتربح منه اذا كنت تهدف الى كسب المال عن طريق هذا النوع من المحتوى. لكن هذا الفيديو لم انشره، لكن توصلت ببلاغ حقوق الملكيه شيء من القبيل. اعطيك مثال. شوف هنا يا سيدي، سي ديتيلز، قمت بالطعن في هذا القرار، لانه قمت للتو بالطعن في القرار تقريبا 5 دقائق، لانه صورت فيديو باللغة الانجليزية وقررت ان اصوره باللغة العربية حتى الكل يستفيد. يا سيدي، هذا الشخص يقول لك انا سرقت، هذا الشخص يقول لك انا سرقت الفيديو الخاص به، وهذا هو الفيديو الخاص بي انا. ويقول لك ايضا الفكرة هو انه هذا الشخص ينشر فيديوهات على يوتيوب، الفيديوهات يمكنك إعادة رفعها مع التعديل عليها طبعا وتركيب الصوت الخاص بك أنت. أنا عندي طالما تستخدم الفيديو فيجب عليك أن تضع هذا الرابط، قمت بذلك في الفيديو موجود هنا، ممكن تشاهد معي. لكي استخدم الفيديو يجب أن أضع هذا الرابط، ويجب علي أن أعدل على الفيديو، أنا قمت بذلك. وأيضا الموسيقى الخلفية في الصوت، صوت البحر، هو من هذا الموقع، وأنا لدي تصريح يمكنك استخدام الفيديو بدون دفع المال طالما تضع الكريديت. أنا بما أني عضو بريميوم فلا أحتاج أن أضع الكريديت، يعني الصوت لدي تصريح، الفيديو لدي تصريح، لكن هذا الشخص يدعي لأنني أنا قمت باستخدام الفيديو الخاص به. فكيف يمكنك الطعن في القرار؟ فأنت لما تنقر على الفيديو على البلاغ سوف تجد ما يسمى بديسبيوت، لا تظهر لك هنا لأني أصلا طعنت في البلاغ. فكيف تقوم بذلك؟ فأول شيء يجب عليك أن تقوم بكتابة نص، حاول تكتب بالعربية، إذا كنت تقل اللغة الإنجليزية اكتب بعض الأفكار وقم بتعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تشاهد معي هذا النص باستخدام الذكاء الاصطناعي، قام بالتعديل على الانبوت الذي قمت بكتابتها وأعطاني هذا النص احترافي. يجب عليك أن تكتب النص احترافي، يعني بروفيشنال، تكتب له كلام يعني قصير وغير منظم وغير احترافي، يعني تتكلم مع شخص مسؤول في إدارة. فنفس الشيء سوف يجب عليك أن تقوم بذلك، حاول يكون كلام منسق، كلام رسمي احترافي، وتضع جميع الروابط، يعني ضع رابط الفيديو الذي يسمح لك باستخدام الفيديو، ضع رابط الصوت، قم بعمل نشر سكرين شوت. أنا أعطيك مثال، أنا قمت بعمل سكرين شوت لحسابي على منصة الأوديو، قمت بعمل سكرين شوت بأنني أعطيت الكريديت في اليوتيوب. وأنت قم بدمج وإعطاء جميع الروابط وارفعها على هذا الموقع imagebb.com. هذا الموقع يسمح لك برفع الصور حتى 6 أشهر مجانا، ويمكنك وضعها في بلاغ الطعن، وقم بإرسال البلاغ. سوف يأخذ منك أسبوعين على الأغلب، وأنا على يقين سيتم إزالة بلاغ الكوبيرايت، سواء كان البلاغ يدوي او كان بلاغ الاوتو، يعني بلاغ يعني عن طريق البوت، لانه هذا البلاغ على الاغلب عن طريق البوت، وسوف يتم إزالة البلاغ. هذا طبعا اذا كنت انت لديك تصريح ولديك الرخصة في استخدام الفيديو واستخدام الصوت. اذا كنت فقط تقوم بإعادة رفع الافلام والمسلسلات والبث المباشر فلا يتم، لن يتم قبول هذا البلاغ، لانه انت اصلا ليس لديك الحق. ف
فدائما أنا أقول وأعيد أكثر مرة قلت في هذه المناسبات، تأكد أنك تحترم معايير الكوبي رايتس، احترم أنك تستخدم الأمور بشكل قانوني، لأنه إذا استخدمت الأمور بشكل غير قانوني سيتم إقفال قناة 200% أو 300%. فإذا كنت تشتغل في السليم، وهذا ما أعمل حاليا عليه، وسوف أسمح لك القيام بذلك، أعطيك الفرصة القيام بذلك، وأنا يمكنك فقط تحميل الفيديو، وسوف أعطيك الكوبي رايت، يعني رابط الفيديو ورابط الصوت سوف تضعه في الفيديو، وسيتم السماح لك باستخدام الفيديو. وإذا قدر الله وجاك بلاغ مثل هذا البلاغ، كل ما عليك أن سوف أضع لك أيضا هذا النص إن شاء الله، سوف أضعه في ملف تكست مستقبلا عندنا ما ننشر هذه الفيديوهات. عندي تقريبا حاليا 5 فيديوهات أو 6 فيديوهات كلها 7 ساعات 8 ساعات سوف ننشر إن شاء الله، يمكنك رفعها على يوتيوب والاستفادة منها بشكل دخلي، كسب المال، كسب مشاهدات، تفعيل خاصية الربح إن أردت. هذا كان كل شيء، كيف تتفاعل، كيف تتعامل مع بلاغات حقوق الملكية. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.